أحمد المسعود أسطورة. أفتخر إن أول لاعب كويتي يرفع كأس دولة الخليج. أنا فكرت إن 48 ساعة هذه تكون غير مألوفة. متى حقيقة؟ مدام ريال كلام طيح بلندن، نعرف شلون نتصرف إحنا معه. أنا من النوع اللي أعشق لندن. هذا الجبل اللي تسلقونه. اللي وصلته إيه؟ بزوج واحدة ثانية. ردينا وايد إلى ورا من الذكريات. أول مذيع يسألني عنها. يعني وايد قاعد أتذكر شغلات سعيدة. والله فاجئني حقيقة، أنا سعيد. والله أنا اللي شفته أنه كان مستمتع. قد ساوي سالون كل شيء.